السلام عليكم أيها الشعب السوري، مبارك الله بالثورة السورية المزلزلة المباركة الكبرى. طيب، نحن في عندنا الآن معلومات مهمة جديدة، وهي المجيء تبع 6 سفن صينية إلى البحر الأبيض المتوسط، وسوف تصل قريبا جدا. طيب، نحن مثل ما بتعرفوا من فترة عم نحكي، ومن سنين يعني 3 سنين وأربع سنين وخمس سنين، أنه هناك في خلاف بين أمريكا والصين حول توزيع وتقسيم الكعكات والغنائم خاصة ببلاد المسلمين. طيب، على روسيا دخلت على أوكرانيا وتورطت ودفعت ثمن كبير، والآن جابوا الروس والصينيين دخلوا إيران تورطت، دفعت حماس تضرب العصابات تبع تل الربيع وتشعل الحرب، وما حدا عم يعرف كيف حتنتهي هذه الحرب. طيب، الآن عندنا المضائق البحرية الممرات البحرية والمضائق، باب المندب، قناة السويس، جبل طارق وغيره، يعني كمان بالنسبة لمنطقة إيران. طيب، الآن أيضا نحن عندنا أنه الدولار محارب صار له 3 سنوات، والعملة الصينية بدأت تنزل على الأسواق، وجد كورونا من فترة، فهذه الدول الكبرى والقوية لا تتفق وما زالت تتصارع. هلأ، موضوع حرب غزة هي حرب شوية قديمة تاريخية فوق 80 سنة، ومثل ما شايفين بسرعة أشرحكم، مثلا إذا قلنا هاي القوة الأمريكية والأوروبية والبريطانية، وهي هنا القوة الروسية والصينية من هالجهة، وهذه القوة الصغيرة بينهم سموها proxy wars، يعني proxy countries، ماشي، دول التي تتحارب تتبع لهاي وتتبع لهاي وتتحارب، وطبعا من ضمنها يعني إيران وتركيا ومصر والسعودية وإلى آخره. طيب، هلا نحن عندنا حماس في فلسطين، وعندنا حزب الله في لبنان، وعندنا الحوثيين في اليمن، وعندنا الحشد الشعبي في العراق وفي سوريا والفاطميون وغيرهم. فهذا مثل ما شايفين يعني مثل حبوب البازيلا وحبوب البقدونس وحبوب هذا، بين هذا الرز وهذا الرز هذه الشعوب العربية. هلأ في هناك احتمال كبير أن هذه الحرب تستمر إلى 18 شهر في غزة وأخواتها، يعني وأقصد يعني لبنان وسوريا والأردن وحدود مصر رفح، و أيضا يمكن شمال السعودية، ماشي، فيعني طرطشة حتكون شمال ويمين. هلأ الروس بدهم ينتقموا من الأمريكان للسفن اللي ندمروها بالبحر الأسود، ماشي، فحتنضرب هذه المناطق الصغيرة تبع الأمريكان في سوريا والعراق ومناطق أخرى، من قبل حوثيين، من قبل حزب الله، من قبل يلي بدك يا يعني. طيب، هلأ حماس بتحارب عن عقيدة، شايفي كيف، عندهم قضية فلسطينية صلت 80 سنة ومئة سنة موجودة وعم يحاربوا عليها الفلسطينيين، بغض النظر مين بيقوم بهالحرب، مين بيدافع، مين ما بيدافع، تحت الأرض فوق الأرض كذا، إن تحاربوا بلبنان وحاربوا من الأردن وحاربوا من سوريا وحاربوا يعني لسنين طويلة. الفلسطينيين عندهم نفس طويل، بحاربوا 20 سنة ما عندهم مشكلة، يعني معركة بيفتحوها 20 سنة. أيضا حزب الله عنده نفس 20 سنة بحارب، وهلا صار عنده تجربة بسوريا 13 سنة، وبالعراق أيضا مع الحوثيين باليمن ضد السعوديين، فعنده مجموعات بتقاوم وبتقاتل وبتتغير وبتتبدل. طيب، وإسرائيل عنده أيضا خبرات حرب مع مصر وبقلب فلسطين، يعني كمان 80 سنة، يعني عصابات تل الربيع عندهم الأعداد التي تستطيع أن تقاتل وتقاتل وتغير في الخطط وإلى الآخرين. طيب، ولا في ناس بتقول لك أنه إسرائيل ما هتعمرك 80 سنة ومدري شو، يعني عم يفوتوا بعدة متاهات. المهم الآن النقطة اللي بدي إليها كنت تبهو لها هو أنه ستكون حرب روبوتات. إذا دخلت القوات الأمريكية والإسرائيلية بغزة حيفوتوا بروبوتات. السفن هلأ الجاي منتظرينها قوة جديدة، حتكون في روبوتات نازلة على الخط ونازلة بدهم يجربوها تجارب، والصين جايبة معها روبوتات بهال أيضا البوارج الصينية. فنحن قلنا لكم من عدة سنوات، قلنا لكم
حرب أوكرانيا وما قبل أوكرانيا وسوريا العزيزة والغالية، نكن حل المشاكل. يا شعب سوري توحدوا، يا شعب سوري وقفوا ضد الأسد، يا شعب سوري توقفوا ضد عصابات إيران. ما حدا بده يسمع. فالآن هذه الحروب ستؤدي بين 100,000 إلى 500,000 إنسان يقتل زيادة، بالإضافة للذين قتلوا في العراق وسوريا شايفين. فسيقتل في لبنان، وسيقتل في فلسطين، وسيقتل في تل الربيع يعني تل أبيب، وسيقتل في أماكن أخرى. فيجب أصحاب القبائل والزعامات وأصحاب المصانع والشركات والذين عندهم علاقات مع الشركات الضخمة، يجب أن تدخلوا بسرعة قبل فوات الأوان، لأنه سوف يكون دمار أو سوبر دمار كامل وشامل في المنطقة شايفين. فحيستعملوا هذه الدول الكبرى، هذه الدول الكبرى حيستعملوا هذه الدول الكبرى يعني أمريكا وأوروبا وهذه روسيا والصين، حيستعملوا كل هذه الدول الصغيرة والمجموعات والعصابات والأحزاب. شايف كيف؟ شايفين كيف رح تتقاتل بين بعضها؟ وممكن تستمر من اليوم يعني بعد أسبوعين إلى 18 شهر، عم يجهزوا يعني بعضهم الآن طرفين إلى 18 شهر. هلا أوكرانيا ما بنعرف كيف حيصير يعني محلها من الأعراب الحرب هناك، بس ممكن يحلوها. أنا رأيي الشخصي بدهم يقعدوا على طاولة مفاوضات بعد ما تخلص هذه المعارك، بس بعد شهر أو بعد 18 شهر الله أعلم. فأنتوا شو حيكون محلكم من الأعراب أيها الشعوب العربية والإسلامية، وشو حتعملوا بهالحكام يلي هن عم يلعبوا فيكم شمال ويمين؟ يعني اجت فرصة الربيع العربي وما عملتوا شيء، وهلا حتيجي هاي الفرصة مع هذه الحروب وما حتعملوا شيء، ولا مخططين انكم تعملوا شيء وتعملوا ديمقراطية واحزاب وتعددية وتعملوا برلمانات صحيحة وتعملوا جيش مستقل ليس له علاقة في السياسة؟ يا الله خبرونا بالتعليقات ان شاء الله، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.